شو؟ تفضل هون. ماشي. شو الوضع؟ ما في شيء. شو حكيتك هلا؟ زعلانة من التعليقات. ايه شو اللي زعجها بالتعليقات؟ ما أنا نحله. ما بدي أضل زعلانة. قلت لها ما يعني مهما يعني مهما حاولت انه يحبوني العالم ما راح يحبوني خلصنا. مش مهما دايما نفس الشيء. قل لي شي حدا تعليقات سلبيه مثلها؟ ما في حدا. سبحان الله انا هيك. ليك في لك شغله؟ في حدا بيحب؟ في لك شغله؟ في شي حدا تاثر منهم تحت للشباب؟ أنا بتأثر لأنه أنا عند العالم أول شيء. أوكي كلنا عند العالم أول شيء، كلنا وجودنا لهون للعالم تحبه. صح ولا لا؟ لحظة شوي. يعني شو الشيء اللي بيشوفه الناس غلط؟ لحظة. هيك يا حنان بدنا نحكي على مستوى واعي ولا بدك تتعاملي ب ب ب احكي بنضج؟ بدك تحكي؟ احكي. بدك تحكي بنضج ولا لا؟ ايه عم بسمع. أنا وجودي هلا هون إيه لما تكوني زعلانة. طيب. غض النظر إذا أنا سبب الزعل ولا مش أنا سبب الزعل. أوكي؟ إذا أنا سبب الزعل في حل، وإذا مش أنا سبب الزعل في حل. ماشي؟ أوكي. تكون أنا زلمة منطقي وإحصائي، يعني بحصي أنا، ماشي؟ بلش بلش من التويتر تبعي وماشي. مظبوط؟ كله حنان، سلمى حنان، سلمى حنان، سلمى حنان، سلمى حنان. وسع التويتر تبعي. حنان انت بتعقدي، رافائيل عم بخسرك جمهورك، بدك تصدقيها وتمشي بهالخبريه، رافائيل عم بيحكي بظهرك، بدك تصدقيها وتمشي بهالخبريه، هول الشيء بيرجع لك، انا ما دخلني فيهم وما في يحلهم معك، هذا شيء شخصي، وهذا الشيء انت بتاخذي القرار فيه. بس تقولي انه انت شخص ما عنده جمهور، انت اكثر شخص غلطان. انت من 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 10 ايام من ايه من 10 ايام كنت نومينيه وخدت نسبة بعد ما حدا أخذها السنة. أوكي؟ وخدت نسبة عادة بياخذوها فينال 65%. أوكي؟ العالم حتحبك حنان لو شو ما عملت. لو شو ما عملت بالدين العالم حتحبك. في عالم كثير شفت عالم؟ عم تقلي العالم الشعب العالم العربي مستنكر. بتعرفي شو هالكلمه بالنسبه لي؟ مستنكر يعني. حنان حبيبتي. لا بالنسبه لي شيء كثير كبير يعني. حنان انت ملاحظه على حالك انك طلقت الكلمه وبتمشي فيها وبتصديقها على حالك من وقت ما خبريت هذه شراره. بس قال لك كارثه، عملت كارثه لحالك تنهار. كنت كثير رواق. انا اليوم ما كنت مقرر احكيك لانه انا بعرفك، بس فكري وتروقي، فكري بترجع لحنان اللي بعرفها حتروق. اوكي هذا الشيء بيرجع لي. اذا السبب ازعاجك انا خليني اعرف، اذا مش سبب ازعاجك انا خليني اعرف، لانه على الحالتين في شيء بدنا نتصرف. اوكي انا بخاف عليك وبحبك وبعتل همك للاخر. اسمعيني خليني اخلص حديثي، خليني اخلص حديثي بليز. بحبك وبخاف عليك اكثر واحد فيهم هون كلهم. اوكي وبدي مصلحتك اكثر واحد فيهم كلهم. واذا بمزح معك بمزح معك لنضحك ونتسلى، ولا تضحك مش لتزعل. اوكي واذا بنتقدك انا بنتقدك لصالحك. اوكي وما حدا بده مصلحتك قد بكل الاخدم. وانت بتعرف العالم بيقولوا العكس يعني. مش العالم مهمه. انا زلمه عندي قناعه مش شايفين انت شو عم تحكي. لا عم يحكوا هيك عندي ثقه يعني. بحالي والله. قالوا هذيك المره انه عباس عم يخلفنا. عباس شي مره حكي عنا؟ قالوا انه مروان حكي عن عباس انه عن سعد شي مره صارت. نحن اكثر عالم قراب لبعض. اذا بده يخلفونا العالم اللي برا يعني نحن مش اصحاب. اذا بده يخلفك هذا الزلمه اللي قاعد الشخص اللي بيحبك بده يخلفك طيب بكلامه معي يعني انت ما يعني انت يعني انا ماشي بحياتي. مش شخص واحد يعني. انا رافائيل لو مش شخص ألف. واحد لو كانوا ألف. واللي بيحبك ما بيستهزئ ما بيستهزئ فيك قدام كل اصحابك. انت اذا معتبره انه هذا الشيء استهزاء ما بعرف العالم كيف مفكرينه. انا انت أنا شو بتفكري مهمه بالعالم؟ انت شو بتفكري انا عم بستهزئ فيك قدام العالم؟ شو قلت لك امبارح رافائيل؟ قلت لك ما عم نمزح معك، ما عم نضحك، ما ضحكنا بصف مدام كارلا، عم ننتقدك. ما بقى تعملين هالحركات لهون. الحركات بضايقوا لك نفسيتك انت.
نحن كلنا بنقلك انه انت حنان ما بقى تسالين كيف عملتها لو انت بتعقدي وجوابك خلص بقى قلت لي مره ما تحكيها مرتين ثلاثه اربعه اليوم بالصبح قلتها امبارح كمان عشيه قلت لا ما تمزح اذا ما بدك اياني اعملها ما تمزح اذا خايف عني ما تمزح اذا خايف عن جد عني ما تقول هيك بالمسرح انه انا خليني احكي خليني اسكت بليز حنان انت عم تكبر الموضوع من المشي عم تكبر الموضوع من المشي عم تكبر كثير ليكي انا هون تما تنام زعلانه ليكي بقى هيك من الاخر انا هون تما تنام زعلانه من الاخر اوكي حبيبتي انا عم خبرك يوم مثل ما هن انا هون لما تكوني زعلانه بدي تكوني زعلانه واذا بايد الحل انا بعطيك اياه وعلى الحلتين انا قادر احل لك اكبر موضوع انت بتعرف هالشيء اوكي ما بقى همك بقى هم الكاميرات تطلع فيهم يا زلمه حاجه عزام خاف علي اكثر من حالي بعد لامه وعطيتها كل الافال من قلبي وانا ان شاء الله كنت بطلع لمنين هرطه بس هي ما بدها تكون خيفانه فاتت وعطيت طبق وقلت وبينت مثل الهبيله كرمال هي تبين هيدا وصارت بالتوب 5 بعدها بتنكرني جميله يا زلمه قدام الكل يعني انا اذا انا ما بحكي انا عن اللي انا مضايقني مش يعني انا مرتاح انا ما بحكي لما ضايقك ما بليز ما تعلي صوتك اليوم انا ما ساعدت 5 دقائق اخذ على فطوره لا رجع بحضر الافاله بعتذر منك حنان بعتذر منك ما لقيت لك غنية انا كل شيء بفتكره العالم بفتكره غلط ترجع مثلا العالم ترجع بتقول العالم برجع بقول العالم لانه العالم اخذين فكره غلط يا رفيان فكره شو فكره غلط عنا ما بعرف عني انا مثلا شو هي الفكره مش بخلي حدوق ما بعرف ما بعرف شو هي الفكره ما بعرف لك شو هي الفكره افكار كثير متشتته عن جد ما بعرف شو ما بعرف ما مش عم بقدر احكي عن جد انا كل شيء بفتكره العالم بفتكره غلط ترجع مثلا العالم ترجع بتقول العالم برجع بقول العالم لانه العالم اخذين فكره غلط يا رفيان فكره شو فكره غلط عنا ما بعرف عني انا مثلا شو هي الفكره مش بخلي حدوق ما بعرف ما بعرف شو هي الفكره ما بعرف لك شو هي الفكره افكار كثير متشتته عن جد ما بعرف شو ما بعرف ما مش عم بقدر احكي عن جد عم بعمل كل شيء بس هن ما عم يفهموا ما بعرف شو بدهم انت شو بدك انا يلي بدي اياه انا اجيت لحقه خلص يعني خلص خلص الحكي مش دائما انا بدي احكي وما بعرف شو والجمهور فيك تحققي لحالك لحظه فيك لايك خلص حديثهم فيك تحققي لحالك بحاجه لحدا منا ما بعرف شو بحاجه لحدا منا فيك تحققي لحالك فيك تجي تحقق حلمك لحالك؟ ما تحكي هيك طيب فيك تحقق حلمك لحالك؟ ما عم بعصبك، فيك تحقق حلمك لحالك؟ انت جيت لهون لهدف صح؟ طيب يفهموك العالم غلط طيب يحكوا عنك، اوكي؟ دا امشي معك مثل ما انت بدك، فيك تحققي لحالك؟ مش بحاجة لنا؟ ما بفهم، إذا أنا غلطان ب 1% باتجاهك حنان، تعي قولي لي، وإذا أنا بعد في بعد مزعلك في راضيكي أنا حراضيكي بس إذا أنت فيك تحقق حلمك لحالك، اصطفلي، حققي لحالك، مش إذا ما تلعيني على الكلام حنان انت بتحب تلعبي لي بعصا ولا قلبي طيب معك بس مش حق عليك وحياة الله مش حق عليك